بكرة تشوف. ايه نشوف. ايوه ارجع يلا طنبرتية. اوكي في حسن في الدوم. يلا اوكي يا حبيبتي. يلا باي. لك مين له خلق ساعة ونص يحكي على التليفون؟ انا ماما. انا انه معقولة انت دائما نفس الملاحظة اشي مرة غيريها؟ كأنك بتنسي احيانا اني عم تحكي مع امك. بدكو احلى ام بالدنيا كلها وحياة عيونك. بس لا عن جد ماما غيريها. قد ما حكيت على التليفون عندك ياها ساعة ونص، اذا ربع ساعة ساعة ونص، ثلاث ارباع ساعة ساعة ونص. انا بس بدي افهم مين دخل بدماغي انه اي شيء بياخذ وقت طويل شوي فساعة ونص. شو عيرتيها على مباراة كرة القدم؟ بتعبرني الضحكة. شو وين راحت ندوستي؟ متفقة هي ورفقاتها يلتقوا. يا الله امتى بدي صير قدها وروح واجي مع رفقاتي بدون ما ارجع لوزارة الداخلية؟ قد ما صرتي رح تضل وزارة الداخلية قاعدة على قلبي وبدها تعرف كل نفس. ان شاء الله مفكرة اختك راحت بدون ما اعرف لوين ومع مين. على اساس اذا قالت فمعناتها صح. ايه نهلا اكيد صح، لانه انا بثق فيكم وبعرف شو ربيت. صحيح حكيت مع جارنا هيك على الدرج على السريع مشان دروس الفيزياء. ميرسي بوكو. ان شاء الله يا نهلة بتنجحي بالمجموع اللي بدك اياه، لانه صاير كل شيء صعب ومو قدرتنا الجامعات الخاصة. بس والله يا نبيلة اذا ما زبطت فبدك تدبري حالك. اشو ضل بلا جامعة لكم؟ لا ما بتضلي بلا جامعة، بتفوتي الفرع اللي جبتي علاماته وخلصنا. ها وبركي ما جبت شي مهم. وليش لحتى ما يكون شي مهم؟ شو ناقصك؟ اي الله هلا على كل حال لسه بكير على هذا الكلام، لسه معنا وقت. كيفك؟ يين رضا الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. ايه شو بيقولوا بهيك مناسبة؟ ايه العمر إلك والله يرحمه. يسلم عمرك. نادية هون؟ ما لا هون بس ما بتتأخر لتجي. طب قولي لها رضا وصلت وناطرتك بالبيت. ايه؟ اوكي فوتي. لا حبيبتي ماني مصدق امتى اوصل على البيت، دوش وغير ثيابي وارتاح. بس لا تنسي قولي لها نادية. ايه؟ اوكي يلا باي. باي.